استعداداً لموسم الشتاء ولتفادي وقوع بعض الفيضانات بسبب التساقطات المطرية المرتقبة، قامت الشركة المفوضة بتدبير الماء والكهرباء بمدن تطوان والمضيق الفنيدق ومارتيل ببرنامج عمل تضمن تنظيف 150 كيلومتراً من الشبكة المائية وتغيير عدد مهم من البالوعات والتخلص من 1000 طن من النفايات الخانقة لمسار المياه، بالإضافة لعدد من الإجراءات وتدابير ضمان مرور فترة الشتاء في أفضل الظروف. من بين الإجراءات اللي قمنا بها تنقيات الشبكة وكذلك الفوهات والبالوعات. هذه السنة قمنا بتنقيات أكثر من 150 كيلومتر من الشبكة والفوهات، وقمنا باستخلاص أكثر من 1000 طن من النفايات الصلبة اللي كتقوم باختناق ديال الشبكة. فيما يخص برنامج استثمارات، تم برمجة هذه السنة مشاريع مهيكلة اللي تمكننا من الحد من الفيضانات، فالأشغال الآن هي جارية على مستوى شارع حسن الثاني، وكذلك بالنسبة لتطوان، بالنسبة لحي بوزغلال المديق وحي أغطاس بمدينة الفنيدق. مدينة تطوان وبعض المدن المجاورة تشهد بشكل دوري اختناقا في مجاري مياه التساقطات بفعل النفايات المتراكمة وبسبب التضاريس المتنوعة التي تكون هذه المدن التي تخترقها عدد من الأودية والمجاري المائية. هذه الإجراءات كنقوموا من خلالها بتنقيات مجاري المياه الأمطار وكذلك الشبكة والمنشآت التابعة لها. كنقوموا بخلق بالوعات جسر المياه، بالوعات أخرى لتسريع وتيرة صرف هذه المياه الأمطار. كذلك نقوم بتنقيات وإصلاح المضخات اللي كنقوم بها من أجل تصريف المياه الأمطار عند نزولها. بلغ الغلاف المالي للاستثمارات لسنة 2022 338 مليون درهم، منها 143 مليون درهم خاصة بتطهير السائل، وقد تم إنجاز 109 مليون درهم إلى غاية نهاية شهر سبتمبر الماضي، وتم تحقيق 58 مليون درهم بالنسبة للتطهير السائل، أي بنسبة 53% تقريبا. وسيساهم هذا البرنامج في السيطرة على حدة تدفق المياه واختناق مصارفها لخفض احتمالية الفيضانات التي تشهدها بعض الأحياء والتي تتكبد ساكنتها عددا من الخسائر سنويا.